أستاذة نور الحسن الرئيس التنفيذي لترجمة، أهلا بك في كاميرا سعيد. أهلا فيك، thank you very much. تعالي على طول دايف اون بانل النهاردة عن تمكين المرأة. المرأة عانت في المجتمع العربي، يمكن بتعاني شوية، بس أنت كامرأة عربية ناجحة وعندك بروجيكتس، حاسة أن في تغيير بيحصل في تمكين المرأة، في إعطاء المرأة مسؤوليات؟ شفنا أكثر من CEO النهاردة امرأة وبيحققوا نجاحات كبيرة، تقولي إيه عنها؟ أكيد في تغيير. خلينا نقول بالعشر سنين الماضية تغير كتير الاندستري، و involvement و including women ارتفع، بس لسه it's not enough. يعني لسه لما تطلع على positions C-level المدراء التنفيذيين لسه boards women sitting on boards لسه في potential to grow much more، لسه ما وصلنا 50%. قلنا ان في خطوات فعليه ممكن نقدر ناخدها لتحقيق تمكين اكبر للمراه في المجتمع، ايه التغيير ممكن يجي منين؟ من المؤسسات، من الحكومات، من الافراد، من الميديا، ولا كلها منظومه واحده بتشترك؟ هلا اذا بتطلع على الحكومات، الحكومات اوريدي عم بتغير. الحكومات نسبه وجود المراه اليوم وذر بالاي ام اف ولا بالورلد بانك ولا بالكونغرس، عدد وجود النساء اعلى من المؤسسات، فالدور الاكبر على المؤسسات أكثر من الأفراد، لأنه الفرد جزء من المؤسسة، فالمؤسسة هي المفروض تقوم بعمليات including المرأة، تدريب المرأة، إعطاء المرأة الفرصة. كمان في دور الإعلام، وإحنا النهاردة في SRM جين مجموعة السعودية الأبحاث والإعلام، عندها أكثر من مطبوعة تخص المرأة، سيدتي وغيرها، قد إيه كمان ده مهم نشر الوعي أن ما فيش فرق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة she can do it. أكيد. أول شيء الشركة، المجموعة السعودية للأبحاث، الرئيس التنفيذي مرأة، فمن هون بيبدأ الدور. واليوم الإكزامبل إن البانل اللي إحنا عملناها بانل للنساء، فأكيد لهم دور كتير كبير، وكل مطبوعاتهم اللي على النساء تاكلز مواضيع للمرأة بجودة كتير عالية وريتش عالي. We promote females into C-level or senior positions before them being 100% ready, but we give the training, the mentorship, the support that's needed. تمام، بس لو تقول لنا سريعا عن مشروع ترجمة، احدث الخطط والمشاريع اللي عندك في بروجكت ترجمة. شركة ترجمة هي شركة للترجمة المؤتمتة، الترجمة الآلية. في حوالي 100,000 فريلانسر عندنا على المنصة، واكثر من 500 مترجم بيعملوا على السوفت وير. السوفت وير عبارة عن عملية هايبريد بين المترجم الهيومن والآلة، حتى نقدر نترجم بجودة عالية وبسرعة أكبر.